إلى فقرة ضيف ونناقش معه أهم الملفات المطروحة في الدخول السياسي والتشريعي بالمغرب. دعونا مشاهدينا نرحب بضيفنا أستاذ محمد العمراني أبو خبزة المحلل السياسي. مرحبا بكم أستاذي معنا. مرحبا بكم سعادة. بداية يعني ما هي أبرز الملفات المطروحة الآن خلال هذا الدخول السياسي والتشريعي الجديد في المغرب؟ هو في الواقع أن هذا الدخول السياسي والتشريعي هو ربما فيه ملفات وقضايا متعددة وربما أنها قد تكون حارقة. بفعل أن هناك مواضيع تم تأجيل النظر فيها إلى الدخول السياسي والتشريعي الحالي، ثم أن خلال شهر غشت كان هناك الكثير من القرارات ربما خاصة تلك التي وردت في الخطابات الملكية اللي وبالخصوص والتأكيد على الخطاب ديال ثورة الملك والشعب. كذلك هناك كان بعض القرارات السياسية منها مرتبط بإعفاء وزير المالية وتعيين وزير آخر، ثم كذلك التخلي عن كاتبة الدولة في الماء اللي هي مرتبطة بحزب التقدم والاشتراكية. إذن فبالتالي أن الدخول كذلك نحن نعلم أن الآن بالخصوص فيما يتعلق بالشق السياسي هي العلاقات ما بين مكونات الأغلبية لم تكن على ما يرام منذ البداية إلى الآن. نبقى في هذه النقطة وتحدثنا عن مسألة يعني التحالف الحكومي. أبرز الملفات أيضا التي أتيتم على ذكرها هناك قضية حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء وما أثرته من خلاف داخل الأغلبية كما تعلمون. كيف تنظرون إلى مآل هذا الملف على ضوء التطورات التي عرفها خلال الأيام الأخيرة؟ هو ربما أن في الواقع لم يكن هناك تطورات كبيرة فيما يخص هذه النقطة، لأن ننتظر اجتماع انعقاد البرلمان حزب العدالة والتنمية وبرلمان حزب التقدم والاشتراكية لاتخاذ المواقف في هذا الشأن، وإن كان أنه بان داخل حزب العدالة والتنمية أن هناك انقسام في وجهة النظر في القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة. ثم أن بدأت حدة الخطاب تزداد فيما يخص حزب التقدم والاشتراكية وخاصة بعد رموزه السي إسماعيل العلوي الذي طالب الحزب بأن يتجه نحو المعارضة. ولكن أيضا كانت هناك تسريبات في وسائل الإعلام والصحافة المكتوبة هنا في المغرب حول مساءلة يعني سيد نبيل بن عبد الله رئيس الحكومة بخصوص هذا القرار. هي لأن هناك لقاءات تمت ما بين الحزبين لمناقشة، ولكن ما يبدو أن الأمين عام حزب العدالة والتنمية لم يقنع بالمبررات التي قدمها لحزب التقدم والاشتراكية، فبالتالي هذا يزيد من صعوبة خلق أجواء ثقة جديدة ما بين حزبين اعتبر في البداية أن التحالف بينهما تحالف استراتيجي. ولكن قد أقول أن هناك ضرورة البحث عن مخارج أخرى لحل هذا الإشكال من قبيل دفع رئيس الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قد أعتبرها قد تكون ضرورية من قبيل الحديث حاليا إمكانية إعادة هيكلة الحكومة. لماذا؟ لأن الدوافع التي دفعت في اتجاه تشكيل الحكومة بعدد كبير في البداية هو ضرورة إخراجها إلى حيز الوجود بسرعة. الآن ربما هذه الدواعي لم تعد حاضرة. إغراق الحكومة بكتاب الدولة وما نتج عنه من علاقة ملتبسة ما بين الوزراء الأوصياء على هذه القطاعات وكتاب الدولة، وهي جعلت الكثيرين يتحدثون عن وزراء أشباح كتاب الدولة لا يقومون بأي مهام، لأن كما قلنا أن العلاقة هي علاقة ملتبسة. إذن هذا ربما قد يدفع رئيس الحكومة إلى اتخاذ قرار، وهذا القرار قد يفضي كما قلت إلى إعادة الهيكلة ديال الحكومة، وقد يرضي حزب البيباس. لماذا؟ لأنه حزب البيباس يحس بأنه قد لا أقول أهين لمرتين في الزلزال السياسي الأول وإعفاء شرفة فيلان، ولكن على الأقل أن يسري عليه ما يسري على باقي الأحزاب السياسية الأخرى المكونة للأغلبية. ولكن أقول أن في الحقيقة نحن في أمس الحاجة إلى قرار سياسي في هذا الاتجاه. رئيس الحكومة مطالب بأن يمارس اختصاصاته الرئاسية كرئيس فعلي للحكومة
إخراج العمل والفعل السياسي في المغرب من هذه الوضعية التي أصبحنا فيها الكثير من الانتظار. نحن بحاجة يعني إلى توضيح من السيد رئيس الحكومة. لا لسنا في حاجة إلى التوضيح في الحقيقة، نحن في حاجة إلى فعل. التوضيح يجب أن يكون قبل اتخاذ القرار الذي تم. وللأسف الشديد أن حزب البي بي اس أنه تفوجئ بقرار إعفاء شوفها سفيلال وإلغاء منصب كاتب الدولة في الماء. الآن نحن في حاجة ماسة وملحة لقرارات وأفعال تصفي الأجواء ما بين مكونات الأغلبية. لماذا؟ لأن الحكومة مقبلة على ملفات، على الخوض في ملف في ملفات تحتاج إلى أن تدخل لمعالجتها بصفوف موحدة. لماذا؟ لأن لا يمكن للحكومة الآن أن تعالج قضايا كبيرة وكبيرة جدا مطروحة الآن، التعليم، الحوار الاجتماعي، مسألة التجنيد، مناقشة القانون المالي بهذه الوضعية، ارتباك في طبيعة العلاقة القائمة ما بين مكونات الأغلبية. أيضا هذا الدخول السياسي يأتي أيضا في سياق جديد بعد خطاب للملك محمد السادس، وحث فيه العاهل المغربي على ضرورة تسريع وتيرة يعني الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى. الآن كيف يجب أن يتعامل الفاعل السياسي مع والبرلماني مع هذه الدعوة؟ هذا الأمر ربما أن صراحة في الكثير من وقع الكثير من الانتظارية. هذه الانتظارية جعلت المواطن المغربي يحس بنوع من الإحباط، قد نقولها، لأن إذا قمنا بعمل جس النبض وما يروج داخل الساحة المغربية سنجد أن مرت فترة طويلة لم يتم اتخاذ قرارات جريئة في المجال الاجتماعي، بل على العكس من ذلك أن بعض القرارات السابقة في المجال الاجتماعي بدأت الآن تبرز انعكاساتها السلبية، إلى درجة الآن أن الفئات الاجتماعية التي أصبحت في أمس الحاجة إلى الدعم لم تعد فقط الفئات الدنيا والهشة، بل حتى الفئة المتوسطة، الطبقة المتوسطة في المغرب أصبحت الآن تعاني وتطالب بضرورة الدعم. إذن فبالتالي أن الآن لا يمكن الاستمرار في الانتظارية. لذلك لاحظنا أن جلالة الملك في الخطاب كان هناك واحد الرمزية، وهي تحديد الأجالات، أنه وضع سقف زمني، لأن مسألة الانتظارية قتلت المغاربة ودفعتهم إلى التشكيك في المستقبل، وهذا أمر غير مقبول في بلد يطمح إلى أن يدخل في نموذج جديد للتنمية. إذن الآن ربما أن الدخول السياسي سيكون فيه الكثير من الملفات الحارقة، ولربما على رأسها مشروع القانون المالي. مشروع القانون المالي دام عدنا لتصريحات متعددة لمكونات الحكومة أنه ذو طابع اجتماعي، ولكن هذا الطابع الاجتماعي ربما أنه يجب أن يكون مسبوقا بحوار اجتماعي، وأن تكون صحيح. مخرجات الحوار الاجتماعي مضمنة صحيح. في مشروع القانون المالي. لحد الآن الحوار الاجتماعي لا زال يراوح مكانه، والعلاقة ما بين الحكومة والنقابات ربما أنها غير ودية، ولم يتم التوصل إلى توافقات في هذا الشأن. نعم، وأيضا من أبرز المواضيع الأساسية المطروحة الآن والمنتظرة أن تخلق نقاشا كبيرا القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم. شاهدنا هناك يعني مقدمات لمجموعة من النقاشات حول هذا الموضوع منذ بداية السنة، كيف تعلقون على هذه النقاشات الدائرة؟ هو في الواقع أن القانون الإطار هو مدخل فقط، ليس هو الكل، لأن هناك القانون الإطار، هناك الاستراتيجية الوطنية 2015-2030، بمعنى أن هناك وثائق متعددة هي التي ستؤسس للمرحلة المقبلة. نحن نعلم أن مسألة التعليم هي مسألة مجتمعية، لا تهم فئة اجتماعية أو الطبقة السياسية أو النخبة المثقفة، بل هي مسألة مجتمعية. لذلك هناك حساسية مفرطة في نوعية القرارات التي سيمكن اتخاذها. لاحظنا مثلا كانت النقطة التي تثار بشكل كبير هي مسألة المجانية. مسألة المجانية هي من الخطوط الحمراء بالنسبة للمجتمع المغربي فيما يخص التعليم. هناك مضمون البرامج
ديال التعليم في المغرب، مسألة جوهرية فيها الكثير من المطبات. لاحظنا مثلا الحديث عن اعتماد مصطلحات من الدارجة المغربية صحيح. داخل المقرر كيف صحيح. كان هناك رد فعل، فبالتالي هذا يعني أن المنظومة التعليمية في المغرب تعاني مشاكل بنيوية، مشاكل على مستوى الموارد البشرية، مسألة التعاقد وتكوين المتعاقدين الذين سيتولون عملية التدريس خلقت إشكال كبير، ولازلنا نشاهد احتجاجات في الشارع على مسألة التعاقد. نتحدث عن كما قلنا عن مضمون البرامج ديال التكوين، نتحدث عن جودة التعليم في المغرب، عن البنية التحتية كيف هي، حتى أكثر من ذلك أصبحنا نتحدث عن علاقة القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التكوين. ف يلاحظ أن الأمر إشكالات التعليم تشعبت في المغرب، والأمر يتطلب تدخل استعجالي حقيقي وبإرادة قوية، ولا يمكن فرض استعجالي قوي في هذه الفترة. أين هي الأحزاب؟ ما دور الأحزاب السياسية في مواكبة كل هذه الأوراش؟ الأحزاب السياسية للأسف الشديد أنها لهذه مدة فقدت ما يسمى بالمبادرة. كانت الأحزاب السياسية في المغرب في ما مضى كانت تملك زمام المبادرة، الآن أصبحت تنتظر مبادرة الأطراف الأخرى. ولاحظنا على سبيل المثال الحديث عن النموذج التنموي الجديد، كان من المفروض هي أن تطرح مشاريع، الآن هي تنساق مع قرارات لا أقل ولا أكثر، بمعنى أنها فقدت لسبب وجودها وهي قدرة المبادرة. الفكرة واضحة. أشكرك جزيلا الشكر دكتور محمد العمراني بوخبزة المحلل السياسي، كنت ضيفنا هذا المساء.